هؤلاء الأطفال هم أحدث ضحايا القصف العشوائي لميليشيا الانقلاب الذي لم يتوقف على مدينة تعز. 8 أطفال كانوا يلعبون في حي النور غرب المدينة، سقطت عليهم القذيفة فأفسدت عليهم لعبتهم وحياتهم وحولتهم إلى أشلاء ودماء. في هذا المستشفى محدود الإمكانات يكافح الأطباء لإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. حي الجمهوري هو الآخر استقبل قذائف الميليشيا موقعا 6 جرحى من المدنيين وهم كزملائهم بين الحياة والموت، كما تقول أم يوسف الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني. أتت قذيفة والأطفال الصغار يلعبون وأصيب كثير من الأطفال من ضمنهم ابني يوسف. إن كتب الله له الحياة سيعيش، وإن كتب الله له الموت فالحمد لله على كل حال، وليس بأعز وأغلى ممن رحلوا جميعا. الحمد لله، أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره. الحمد لله، الحمد لله. تعز لن تنكسر مهما صنعوا في مدينة تعز، تعز لن تنكسر. ومثل ما لم تنكسر نبرة هذه الأم تجاه إصابة ابنها، لن تنكسر هذه المدينة الحرة حسب قولها. قذائف الميليشيا على أحياء تعز انتقام ممنهج للخسائر التي تكبدتها إثر التقدم الاستراتيجي للجيش في الجبهة الشرقية وتحرير القصر الجمهوري. فكلما تقدم أفراد الجيش في الجبهات اشتعل جنون القذائف على المدنيين. والسؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى سيظل هؤلاء الأطفال يدفعون فاتورة خسائر الميليشيا في جبهات المعارك؟